الأسبوع ده كابتن بلحة عاد إليكم من جديد ونزل الملعب وفتح لنا شوية إنجازات من إنجازاته اللي ما بتخلص ومحدش بيشوفها غيره. وما سابش افتتاح إلا لما استفرد بالحديدة، ده غير مؤتمر المياه والندوة التخريفية. بس درة الدرر بقى كان افتتاح محطة بشتيل التي لم يخلق مثلها في البلاد. السيسي عاش فيها بقى دور الزعيم الملهم اللي بكرة نعرف قيمته وأهمية قراراته. ومن تصاريف القدر يعني إن في الوقت اللي السيسي كان بيعيش علينا فيه دور الزعيم الأونطة والبطل الكرتون اللي ما جابتوش ولادة، ده كان في بطل حقيقي بيخوض حرب حقيقية مش كاموفلاج. بطل عاش حياته كلها بيدافع عن أرضه وعن مبادئه ودفع الثمن من عمره وصحته وحياته نفسها. عشان كده كان لازم نهايته تكون نهاية مشرفة، نهاية كان بيتمناها، إنه يرتقي شهيدا وهو في ميدان المعركة. بطل اسمه أبو إبراهيم يحيى السنواري. مدبولي لو اندلعت حرب إقليمية الدولة هتتعامل باقتصاد الحرب. إذا المنطقة لا قدر الله دخلت في حرب إقليمية التبعات هتبقى شديدة وحيبقى الموضوع مختلف تماما، وبالتالي هنبقى غصب عننا كدولة بنتعامل مع ما يمكن أن يوصف بأنه هو اقتصاد حرب، فلازم نبقى كلنا واخدين بالنا كدولة إن إحنا. تصريح غير موفق مدبولي، خصوصا يعني إن سيسي معيشنا في رفاهية ومشخلعنا على الآخر، وبقينا شعب فرفور بقى بيفطر باتون سليب السمسم وبيتعشى بغاشة. يرضيك فجأة كده بدون مقدمات يعني نتحول لاقتصاد حرب؟ يا ترى بياكلوا ايه في اقتصاد الحرب ده؟ وبعدين هو احنا لسه هنتعامل باقتصاد الحرب؟ ما احنا موحولين فيه من يوم ما طرح النخل سقط علينا زي القضى المستعجل. ده انتوا هرتونا كلام عن تأثير حرب روسيا واوكرانيا وان هي اللي رفعت الاسعار وعومت الجنيه وكلت الجبنة، شربناها بمزاجنا وسكتنا، في حين ان روسيا واوكرانيا اقتصادهم صاحي وبيلعب ولا اعلنوا اقتصاد حرب ولا غيره وشغالين استيراد وتصدير والدنيا ماشيه عندهم زي السكينه في الحلاوه. ثم ايه هي الاجراءات الاستثنائيه اللي ممكن تاخدوها اثناء تفعيل اقتصاد الحرب ده؟ الناس استغنت عن نص احتياجاتها لان اسعارها ولعت ويا دوب ماشيين بالزق، معيشين في قمع واستبداد وبتقبضوا على اي ثلاثة واقفين مع بعض بتهمه التجمهر، مجندين الاعلام والمشخصاتيه لصالحكم، الجيش هو الدوله وبلع كل حاجه في عبه، يعني مطلوب ايه تاني؟ السيسي بلدنا بخير وقدرات الجيش كافيه للدفاع عنه. بلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بخير وقدرات الجيش كفايه للدفاع عن بلدنا، مش عشان نعمل حاجه ضد حد يعني. وانا عايز اقول بس ان كان اثناء الكلام ده بيتقال دلوقتي يعني، كان هل ممكن كان مطلوب ان احنا نجيب يعني اسلحه للقوات المسلحه في الفتره العشر سنين اللي فاتوا دول؟ انا مش هجاوب على السؤال ده خالص، مش عشان الحرب اللي موجوده دلوقتي، لكن لازم. طب الحمد لله، الواحد كان متوغوش لكون البلد مش بخير ولا حاجه. طب هو البلد دي اللي هي مين يعني؟ مش البلد دي اللي هي الناس اللي عايشين في النطاق الجغرافي اللي اسمه مصر؟ ولا البلد كائن اسطوري مقدس بشنب مطلوب مننا اننا نسبح بحمده ونسهر على راحته ويكشي نولع احنا بقى، ولا نروح في 60 داهيه عشان يفضل هو ككيان قائم بذاته وموجود؟ ولازم يبقى عنده جيش جرار جاهز للدفاع عنه ضد ولا حاجه وضد تهديدات مش موجوده. ولما حصل تهديد الجيش ده ما بينش كرامه، وقعدت تتكلم بقى عن ضبط النفس بقوة الحكمة وحكمة القوة. النكتة بقى انه طلع دلوقتي يقول لنا انا مش هتكلم عن الناس اللي كانت بتقول ايه لازمة الاسلحة واقول شوفوا اللي بيحصل حوالينا، قال لا طب ما انت قلت اهو، ده غير ان دي النغمة الجديدة اللي طبالينك شغالين عليها اليومين دول، وكأن مثلا اسرائيل مش بتحارب عشان خايفة منك. لا حبيبي، هي بالفعل ضربت عليك مرة واثنين وخمسة واستفزتك لأقصى درجة تسمح بيها اتفاقية السلام اللي بينكم، بس البعيد جبل لو ما عندوش دم. ساعتها اسرائيل اطمنت من ناحيتك وتأكدت انك مكمل في الانبطاح. احمد موسى، حوالينا حروب واحنا بنعمل افتتاحات. في اي مكان في العالم لما بروح ايه اللي عندكم ده؟ تعملوه ازاي؟ احنا عندنا حروب حوالينا واحنا النهارده عندنا افتتاحات. بالله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حروب حواليك، حروب واحنا النهارده عندنا احتفالات وعندنا مشروعات بنفتحها. ما هو ده عشان انتوا ما عندكوش دم. طب بس يا حبيبي، احسن حد يحسدكم ولا حاجه؟ انت عارف الحاجات دي بتتنظر، احنا جتتنا مش خالصه وفينا اللي مكفينا، مش ناقصين عكوشات. ده افتتاحات ايه يا موسى؟ هي الكباري وخطوط المترو ومحطات القطر بقت افتتاحات يا حبيبي؟ دي مشاريع على ما تفرج، مش مستاهله الهليله اللي انتوا عاملينها دي كلها. هو بس الرئيس لقى نفسه مختفي بقاله فتره والشعب معنوياته بعافيه وحاله يصعب على الكافر، فقال يضرب بلحتين بحجر واحد، يطمن الشعب على سموه
ويفرجوا على كم إنجاز فنكوشي معتبر، وبالمرة يمارس هوايته المفضلة في افتتاح ولا حاجة. نشأة الديهي، الجيش المصري بيحافظ على حدود الوطن ومقدراته مش عشان يشتغل لحساب حد. القصة دي مهمة جدا ويجب أن ننتبه إليها ما تمرش مرور الكرام. الجيش المصري اللي تم إعادة بنائه وتحديثه وتطويره وجاهزيته علشان يحافظ على حدود وأرض ومقدرات الشعب المصري. الجيش بتاعي مش علشان يشتغل لحساب، الجيش المصري مش علشان يخوض حروب لحساب آخرين. الجيش المصري حدوده ومقدراته الاتنين بأمارة إيه؟ محور فيلادلفيا ولا سد النهضة ولا تيران وصنافير؟ الجيش المصري فعلا ما بيشتغلش لحساب حد، لا هو حاطط البلد كلها في عبه ومشغل الشعب كله لحساب. هو احنا جينا ناحيتكم ولا طلبنا من الجيش يروح يحارب ويشتغل لحساب حد؟ يا حبيب الرئيس بتاعك هو اللي قال مسافة السكة وما عندوش مانع يطلع الجيش يشتغل باليومية عند السعودية والإمارات، بس هم يشاوروا ويشخللوا. واحنا مش بس نبعت لهم الجيش يشتغل لحسابهم، لا ده احنا نبعت المصريين كمان يشجعوا وكله بتمن. وساعتها هتطلع انت وشلة المقاطيع تكلمون عن اتفاقيات الدفاع المشترك وضرورة إغاثة الأشقاء زي ما حصل كده أيام غزو الكويت. لكن عند غزة يبقى الجيش ده بتاعنا ومش ملزم يحارب بالنيابة عن حد. على أي حالة ديه يعني الناس في غزة مش مستنين الجيش المنفوخ على الفاضي ده، لأن الناس هناك بيخوضوا معارك حقيقية، ودي حاجة يعني ما يعرفهاش جيش المكرونة والجمبري منزوع الراس اللي آخره يعمل عرض عسكري واصطفاف معدات. عمرو أديب عن حادث المنيا بهدوء ومن غير ما حد يزعل، يبدو كده ان في حاجه غلط كل هذه الاشياء، ولكن هل تسمحوا لي ان انا اقول لحضراتكم بهدوء كده ومن غير ما حد يزعل، يبدو ان هناك حاجه غلط. يعني ما تحاولش تقنعني انه ما يحدث يعني خطا فردي. السلام عليك يا هادي يا راس. انت فاكر يا حسبه حادثه القطر اللي حصلت ايام حكم جماعه الاخوان الارهابيه؟ فاكر جعورتك اللي فتحتها علينا ونافوره الالفاظ والشتايم اللي طفحت منها في حق مرسي الله يرحمه؟ اشمعنى ساعتها ما كنتش بتتكلم بهدوء وبتحسس على زعل حد؟ عشان كانت فتحه الصدر ببلاش، لكن دلوقتي هتتعلق من قرعتك، فلازم بقى تعطف وتلطف وتوطي التون وتقول في حاجه غلط. لا هو ما فيش حاجه غلط، ده في حاجات غلط. في واحد فاشل مش عارف يدورها ومشغل شويه فشله تحت ايده. في اهمال وفساد واسترخاص لدم الناس. في عقليه عسكريه متحجره بتعامل الناس زي العبيد وكل تفكيرها في حلبهم والجبايه منهم وبس. عرفت الغلط فين يا حنين؟ كامل الوزير استوردنا سلع استفزازيه بمليارات الدولارات في السنوات الاخيره. في حاجات متنوعه بنسميها احنا كده عامه الشعب بنسميها السلع الاستفزازيه. السلع الاستفزازيه دي استوردنا منها فقط ب 5.6 مليار دولار ابان واساس فاخر واواني خزفيه وحلوي وورق فويل وسجاد وسيراميك وبورسلين وشوكولاته بانواعها. والله ما حد مستفز غيرك بقرعتك دي. مصطلح سلع استفزازيه ده يعني مصطلح مش مفهوم، يعني بتستفز مين وازاي؟ اي سلعه في الكون ليها المشتري بتاعها، كل فولة وليها كيان. السلع دي الناس دافعة تمنها حضرتك وأكتر من تمنها كمان، لأنك بتدفعهم فوق تمنها جمارك وضرائب وخلافه، فأنت مش بتجبي على حد. كون خيبتك تقيلة وحالك كرب ومش قادر توفر سلع بنفس الجودة والكفاءة، فالتاجر بيستوردها وبيبيعها للي يقدر على سعرها، وده ما يخليهاش سلع استفزازية ولا حاجة. كل واحد حر في فلوسه، انت مالك انت؟ ان شاء الله يجيب حمام ويطير، على الاقل دي فلوسه يعني، لا سالفها ولا شحتها ولا باع اللي وراه واللي قدامه عشان يشتري حاجات ملهاش لازمه. السيسي نؤكد ضروره التخلي عن اوهام التوسع وسياسات العداء الدولي، والتخلي عن اوهام التوسع وسياسات العداء لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقه وتجنيب الاجيال القادمه وإنهاء الصراع. واسمحوا لي في ختام كلمتي، ايوه تعلموا من السيسي، خدوا من ادائه زي ما انتم شايفين كده. هو قانع وراضي بحكم مصر وما عندوش اي اوهام للتوسع، بالعكس ده لما لقى مصر كبيرة راح ضارب فيها مقص وباع جزيرتين للسعودية وراس للإمارات، ولسه ده حالف 100 يمين لا يفضل وراها لحد ما يخلي عودها فرنساوي، وإن شاء الله مش راجع إلا لما تصفصف على شارعين وكوبري. وبالنسبة لسياسات العداء بقى، فهو مش بيعادي حد خالص غير نحن. هو اللي بيصدر لنا الوش الخشب وبيشخط فينا وبيرفع علينا الأسعار وكاتم على نفسنا ومسلط علينا أجهزته الأمنية تفتش في موبايلات الناس وتقبض على أي حد يكتب كلمتين على السوشيال ميديا. إحنا الملطشة بتاعت اللي خلفوه، لكن أثيوبيا اللي بتديله على قفاه كل ملء والتاني يتقال عنهم الأشقاء في أثيوبيا. عجبت لك يا زمن. السيسي مسؤولية 106 مليون كبيرة، ويا رب نعدي في الحساب. علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس، واحنا كمان المسؤوليه بتاعت 106 والضيوف اللي موجودين كمان مسؤوليه كبيره قوي، ويا رب ان احنا نقدر نعدي المليون دوت في الحساب. بشكرك يا كامل. ابقى قابلني، ما تبطل بقى رئيس شغل الدروشه بتاع ربنا ما اطلع وربنا هيحاسبني. اطلع بقى من دور مبعوث العنايه الالهيه اللي جاي يصلح ما افسده الاخرون ده. ما هو انت الاخرون، احنا عارفين ان ربنا مطلع وان في اخره وان في حساب، المهم تكون انت عارف ده ومؤمن بيه، لان اللي انت بتعمله بياكد ان الاخره والحساب مش في دماغك اصلا.
وبعدين ليه يعني نستنى الاخر عشان ربنا يفصل بيننا وبينك؟ جنابك مترفع ليه عن الحساب الدنيوي؟ ما ممكن نتحاسب دلوقتي عادي وتاخد جزائك في الاخره برضه، ما هو ربنا مش هيسيبك يعني، ده احنا مرقدين لك. ابو الغيط لاثيوبيا، نهر النيل مش بتاعكم. خطوره بقى في ايه؟ حاجتين، التصرف المنفرد في نهر دولي باعتباره ان انا ده حقي، ده بتاعي، ده مش بتاعك، وانه المستقبل وما يخفيه من نوايا. احنا نروح الاسم بقى كل اللي ليه حق ياخده. لو انت لسه هتتخانق وتقول لهم نهر النيل مش بتاعكم، انتوا لسه مش مدركين اننا تخطينا المرحله دي. السد بقى امر واقع يا حبيبي، فشوف لك حل بقى في قواعد التشغيل وحصتك من الميه. اخرج بقى من فيلم ان ده نهر دولي وما ينفعش يتبنى عليه سدود تضر دول المصب، لان ده هاري في الهالي والعايط في الفايت، نقصان عقل بعيد عنه. انقل بقى على المصايب الجديده اللي هتنزل ترف على دماغك لو اللي مشغلك ما عرفش يعمل حاجه في اتفاقيه عنتيبي اللي داخل علينا برجليها الشمال. ابو الغيط، هناك مصالح تفرض على دول عدم تأييد مصر في تحركات الصومال. اتصور ان احنا في الجامعه العربيه ينبغي ان احنا نأيده وبدعم واضح، اتصور، ولكن الامور لا تاتي دائما بما تشتهي السفن. بمعنى انه بيبقى احيانا هناك مصالح بتفرض على دول انها تقول يعني بلاش التسرع في المعالجة والعيب هنا على مين؟ على الدول اللي خايفة على مصالحها، ولا على مصر اللي معرفتش تخلي بينها وبين الدول دي مصالح يتخاف عليها وبالتالي تأيدها في دعم الصومال؟ واللي مصر ما بتعملوش لوجه الله يعني، ولا عشان خاطر سواد عيون الصومال، ده من باب المكايدة السياسية والضغط على أثيوبيا وكده. ثم الدول العربية اللي انت عاوزها تأيدك دي ملهاش ناقة ولا جمل في الموضوع، يبقى تأيدك ليه؟ وليه تخرب علاقتها بدول ليها مصالح معاها؟ عشقاكوا في الضلمة مثلا؟ الشغل ساعد وعاجز النظر ده. الدول دي لما كان من مصلحتها تدعمك ماديا ادتك فلوس تبني لك بلد بزيها، ولما قفلت الحنفية اتقمصتوا منها لحد ما رجعت فتحتها تاني بالأمر المباشر، بس فتحتها بمقابل بقى. الخلاصة طول ما مالكش عندها حاجة مش هتقول لك يا سيدي. الفنان محمود قابيل يحكي ذكرياته عن حرب اكتوبر. وانتصرنا وحققنا نصر كبير بيدرس حتى اليوم في اكبر الاكاديميات العسكريه العالميه. عاوز اقوله وطول عمر الشعب المصري محتضن جيشه، وطول عمر الجيش المصري. احكي يا فنان، يعني هيك جيت عليك؟ اهو من يوم ما جهان السادات ماتت والشغلانه لمت، اي حد عدى جنب الحرب بقى ليه ذكريات معاه وقاعد يتحفنا بيها، زي الفنان محمود قابيل اللي محدش عارفه ده. ده مثلا كان ضابط نظامي في الجيش، وعلى حسب كلامه اتصاب 3 مرات في 73 واتحل التقاعد. هو انا مش فاهم يعني هو ازاي اتصاب 3 مرات والحرب نفسها خلصت في ساعتين الا ربع، بس ده كلامه. المهم انه من بعد 67 علاقته بالجيش اتقطعت وراح اشتغل في السينما. فذكريات اكتوبر ايه اللي طلع يتكلم عنها؟ محدش عارف. الغريب بقى ان نفس ذات الفنان كان بيطلع زمان يتكلم عن الوكسه والناس اللي كانت بتتف على ضباط الجيش، وانه ما كانش بيزعل من رد فعل الشعب وقتها لان الجيش كان مسؤول عن الهزيمه، لكن ده طبعا قبل ما الجيش تتحط حواليه الهاله المقدسه ويتحول لاله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السيسي، السادات هزم خصومه وهو مش موجود. ده هزمت يا كامل، هزمت خصومك وانت مش موجود الله يرحمك، وانت مش موجود كل خصومك اللي قالوا واساء وانت مش موجود غلبتهم هزمتهم. فمش شرط كل حاجه تبقى الناس يعني تبقى فاهمها باهميه وقتها والقرار اللي بيتاخد. مهووس انت بالسادات يا رياسة؟ امال مش ده اللي زارك في المنام وبشرك بحكم مصر؟ لازم تفضل شايلها له طبعا، عشان كده قاعد تكلمنا عن هزيمته لخصومه ومخلي صدى الصوت بتاعك يعيد وراك. هزم ايه يا كامل؟ على اي حال يا ريس، يعني السادات ما هزمش خصومه ولا حاجه، لان اي حد كان ضد اتفاقيه كامب ديفيد كان معاه حق، لانها اتفاقيه كارثيه بمعنى الكلمه. وكون الحكام العرب دلوقتي بيريلوا على اسرائيل وهيموتوا ويطبعوا معاها عشان ينولوا رضا امريكا، ده مش معناه ان السادات كان صح ولا انه كان شايف ابعد منه. السيسي هنا بيعمل اسقاط على نفسه، عشان كده ناقل الكلام على القرارات اللي ممكن ما تكونش الناس فاهمها في وقتها، وازاي الزمن هيثبت صحتها. يعني سيادته شايف نفسه زي الخضر كده، واحنا بكره نعرف ان قراراته بتاعت الكباري والمدن الجديده وبيع البلد كلها قرارات حكيمه وليها تفسير ما كانش يجيلنا على بال ولا على خاطر. احمد موسى، بعد افتتاح محطه بشتيل في ناس بتنظر وعاملين نفسهم فاهمين في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، في ناس مش عايزين البلد تبقى كده، مش عايزين، هم طول الوقت يقعدوا ينظروا، يعني هم فاهمين في السكه الحديد وفاهمين في الـ في الـ في الـ الانشاءات والعواصم الجديده وفاهمين في الكباري وفاهمين في المواني وفاهمين في اي شيء، فاهمين في اي حاجه، وهم لا ما يعرفوش اي شيء، ما يعرفوا اللي بيفتي في كل حاجه ما يعرفش. نقول ايه بقى؟ ناس فقيره مش وش نعمه، جرايه مواطن منك ليه؟ مش فرحان ليه بمحطه بشتيل فخر الجمهوريه الجديده؟ المفروض ترقص طربا بالانجاز العظيم ده، ولا انتوا مش فاضيين غير للتنظير؟ فيها ايه يعني لما نصرف 3 ولا 4 مليار جنيه عليها؟ مش شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه معماريه يا جدع، تصميم فرعوني وواجهات رخام ومول تجاري وفنادق وشبكه واي فاي وليله كبيره قوي سعادتك. هو اي نعم المواطن مش كسبان حاجه من وراها، ولسه مش لاقي ياكل وحالته كرب، وهو اللي هيسدد القروض اللي اتبنت بيها المحطه، بس لازم هو نفسه يحس بالعزه ويتفشخر كده ان عندنا محطه عملاقه بمواصفات جباره في مصر. ده زمان العالم هيتهبل عليها وقاعد يجز على اسنانه من الغيظ عشان ما عندوش رئيس اهطل زي السيسي بيعمل له انجازات من دي. غطونا وصوتوا اخواننا يمكن حد يلحقنا. متحدث الزراعه،
كرتونة البيض ب 150 جنيه في منافس الوزارة. نقاط البيع اللي موجودة تبع للدولة المصرية بيتم تسليم البيض ب 148 جنيه بحيث يتم بيعه للمستهلك ب 150 جنيه، وطبعا ده إن شاء الله يكون إجراء مؤقت، لكن بإذن الله خلال الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضات كبيرة في حجم أو في الإنتاج أو في سعر البيض المائدة نتيجة زيادة الإنتاج. يا حنين على عبادك يا رب، أنتوا عاوزين تجلطونا يا جدعان. هو 150 جنيه ده سعر جيد؟ ده سعر ابن حرام. الحكومة كالعادة بتطبق علينا نظرية الخنزير بحذافيرها، حصفورة حصفورة. كرتونة البيض سعرها يوصل 200 جنيه والناس ترقع بالصوت، تطلع وزارة الزراعة تقول لنا انها هتبيع لنا البيض بسعر مخفض 150 جنيه بس. اكتم بقى مواطن منك ليه وبطل صياح، صوتك وصل للمريخ فضحتنا. ما تستحمل الصب في مصلحتك وانت ساكت. النكته بقى ان مفيش كرتونة بيض بالسعر ده لا في منافذ الوزارة ولا منافذ القوات المبلحة، واقل سعر الكرتونة البيض 180 جنيه، ده اذا حد لقاه يعني بالسعر ده، يعني حتى نظرية الخنزير طلعت بلح. السيسي للمصريين: بتلاحمنا ووعينا قادرين على تجاوز الظروف الصعبة مهما كانت. عدلت مواجهة التحديات وتنمية القدرات، وأكد أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة كما تجاوزناها من قبل مهما كانت صعوبتها. تلاحمنا؟ منين يا حصر؟ هم المصريين معهم فلوس يشتروا لحمة؟ ده انت نازل نحل في وبر الشعب لما بقى جلد على العظم. ليك في العظمة رئيس؟ مالكش؟ يبقى تعمل ايه؟ انا بقول يعني تلم السادة الوزراء واللواءات وإعلامين الدربوكة، وما تنساش المعرسين بتوعك، وتتلاحموا انتوا مع بعض وطلعوا الشعب من موضوع التلاحم ده. احنا بنحب الرحرحة وعاوزين نفضل كده يعني كل واحد مستقل بذاته، زي ما تقول كده ملناش في جو التلزيق ده، انما انتوا واخدين عليه يكش يجيلكم التصاق مزمن ومحدش يعرف يفككم. ابو الغيط يوجه رسالة للمجتمع الدولي بتقود الامور لفين؟ لقتل مصر المتحده بالقوه باعتبارها القوه الرئيسيه، ودوله زي الصين لها استثمارات هائله في اثيوبيا والاتحاد الاوروبي، بانه طيب يعني بتقود الامور الى فين؟ الى قتل مصر، ولا تحبوا 5 مليون 10 مليون 15 مليون 30 مليون مصري يهاجرون الى اوروبا؟ ايوه اسخط فيه بالجامد كده، خليه فوق من الغيبوبه اللي عايش فيها. ازاي يا مجتمع يا دولي سايب مصر موحوله الوحله السودا دي، واثيوبيا عماله تبيع وتشتري فيها من غير حساب؟ ايه عاوزين مصر تموت؟ هو نفسه الصراحه تحس كده انه مستني اليوم اللي يخلص فيه مصر الزنانه وحواراتها هي والرئيس بتاعها. يا اخي هو المجتمع الدولي ده خلفكم ونسيكم مثلا؟ ماله هو بخيبتكم القويه في ملف سد النهضه كمان دي هتشيلوها له؟ مش كفايه بتشحتوا على حس اللاجئين والحرب في غزه؟ يعني عاوزينه يعمل ايه يعني مع اثيوبيا؟ يضربها على ايدها ويقول لها ما تزعليش مصر؟ لا، وشوف اخر رخص بيقول للمجتمع الدولي وش انه لو ما وقفش الاثيوبيا فمش بعيد 10 ولا 20 مليون مصري يطلعوا على اوروبا. دول اوروبا احنا دلوقتي قافلين عليهم بالترباس، لكن لو فضلتم منديلين معانا كده ومصدرين لنا الطرشه في حوار السد هنطلق الشعب عليكم، فعقلكم في راسكم تعرفوا خلاصكم. سمعتوا عن ياجوج وماجوج قبل كده؟ الفنانة سميحة أيوب تناشد الرئيس بالتدخل لعدم هدم المسرح العائم التاريخي بالمانيال. يا سيدي أنا بناشد السيد الرئيس إن يعني بلغنا كلنا إن حصل يعني في قرار بإزالة مسرح العائم، المسرح العائم ده بيضم برضو مسرح الصف، فأنا بناشد الرئيس إن القرار ده يعني أرجو إن هو ما يتنفذش. يا زين ما اخترت يا فنانة؟ شهادة لله الرئيس بيموت في حاجة اسمها مباني تاريخية، أول ما بيلاقي مبنى من دول بيصعب عليه قوي وقفته الطويلة في شمس الصيف وبرد الشتاء، وبيقول لنفسه هو المبنى ده مش من حقه يرتاح بقى، مش جه الوقت اللي ينام فيه قرير العين هانئ الفؤاد، ويقرر يطور المنطقة اللي هو فيها ويروح داخل عليه بالبلدوزرات ويجيبوا لمس أكتاف ويبني مكانه كوبري. بتناشد مين بس؟ ما لقيتش غير ده عنده عداء للتاريخ، والمباني الاثريه بتعمل له ارتكاريا مستعصيه ما بيغمضلوش عين الا لما يهدها ويسوها بالارض. وبعدين هو مش عامل لكم مسارح شرحه وبرحه في العاصمه الجديده؟ روحوا مثلوا فيها. من الاخر كده حته الارض اللي زي اللوز المقشر والمسرح العايم مبني عليها تلزمه، والمشتري جاهز بالعربون بلا تاريخ ولا بطيخ. نشأة الديهي محطة بشتيل أفضل من محطات ألمانيا. محطة أنا لم أرى لها مثيل إلا في مثلا محطة برلين في ألمانيا ومحطات في الصين. المحطة بهذا الشكل عبارة عن مول كبير عبارة عن أربع صادق من غير حلفان. هو في دولة عبيطة في الكوكب غيرنا؟ الدول ما بتصرفش مليارات على الفشخرة الكذابة. عارف ليه ديهي؟ عشان الأولوية هناك للبني آدم مش للحجارة والسيراميك والقذرات الفخمة المكيفة اللي معمولة لفئة معينة، والمواطن البسيط ما يقدرش على ثمن التذكرة بتاعتها. المواطن الفقير هناك يقدر يركب نفس القطر اللي بيركبه المواطن الغني، مفيش عندهم خيار وفقوس. الحكومات دي ما بتبعزقش فلوس الناس من غير حساب، لأنها عارفة كويس إن المواطن هيحاسبها على كل قرش، ولأنها عارفة إنها بتشتغل عند المواطن، والمواطن يقدر يمشيها بمزاجه لو شغلها ما عجبوش. قال لك محطة ليس لها مثيل. أمال لو ما كانتش مبنية بالدين وعليها أقساط، كنتوا عملتوا فينا إيه؟ السيسي لرجال الصناعة: بتلوموني الدولار غالي ليه؟ بتلوموني ليه؟ جميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاته تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون، وبتلوموني تقولي لي الدولار غالي ليه؟
دولار غالي ليه؟ اه منكم يا رجال الصناعه مستهترين انتوا، قال لي ما بتصنعوش عطور وشوكولاته وموزيلات عرق وورق فويل. شفتوا استهتاركم وصلنا لفين؟ هم التجار راحوا استوردوها وسعر الدولار ولع من تحت راسها. طب يا ريس، يعني السلع دي تكلفتها ما تجيش 2 مليار دولار في 10 سنين؟ ده غير انها مش عبء على الدوله لان الناس هي اللي دفعت ثمنها، فازاي يعني هي السبب في الازمه؟ وايه الدوله اللي اقتصادها بيطب ساكت من 200 مليون دولار في السنه دي؟ وماشي يا سيدي الاستيراد عمال على بطال وحش، ما تصنع، هو حد حيشك؟ نوصل صوتك للمسؤولين يعني ولا نعمل لك ايه؟ السيسي كالعاده بيسلت ايده من كل عمايله السوداء ومتخيل انه خلاص لقى الشماعه اللي يعلق عليها فشله الاقتصادي وازمه الدولار، في حين ان السبب واضح زي الشمس والناس كلها عارفاه. السبب هو القروض والديون المتلتله اللي لبسنا فيها عشان يبني قصور رئاسيه ويشتري طياره ملكه السماء ويعمل اعاصمه ومدن جديده ويبني اكبر جامع ويكتب القران على حيطانه. انت السبب في كل اللي حصل وهيحصل. رئيس جامعه الجلاله سائق الاتوبيس دخل من طريق مختصر غير مخصص للاتوبيسات. ليه الاتوبيسات ولا لا؟ هو المفروض الطريق ده ما يبقاش فيه اتوبيسات، يعني المفروض ما بينزلش فيه اتوبيسات، وده واحد من الاسباب اللي ادت لهذا الحادث الاليم. حب يختصر بالظبط. مره تقوله طريق مختصر، ومره تقوله كان سائق بسرعه، ومره مخدرات. المهم تشيله الليله للسواق وخلاص، ودم العيال يروح حضر. يوم الاثنين اللي فات مجموعه من طلبه جامعه الجلاله كانوا راكبين اتوبيس من الجامعه ومروحين على المكان اللي ساكنين فيه، واللي يبعد عن الجامعه حوالي 20 كيلومتر، عشان تحصل لهم حادثه مروعه والاتوبيس يتقلب بيهم 3 مرات ويموت منهم 12 طالب و40 يتصابوا اصابات بعضها شديد الخطوره، الحاجه اللي بتخلي عدد الوفيات مرشح للزياده. حادث مفجع ومخيف، وقبل اي حاجه يعني بنقول ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم ويشفي المصابين، لكن مهم برضو اننا نقول ان الدوله لازم تبقى حريصه ان حادثه زي دي ما تتكررش تاني. بس الواضح ان الدوله مش في دماغها، والدليل على كده انها كالعاده بتتنصل من المسؤوليه وبترميها بالكامل على السواق اللي لازم يتحاسب لو كان غلطان فعلا. بس المشكله هنا مش مشكله السواق لوحده، لا، طريق الجلاله نفسه فيه مشكله، ودي مش اول حادثه تحصل عليه، ولا هو يعني عشان الهيئه الهندسيه هي اللي عملته يبقى لا مساس؟ الطريق كله منحنيات، ده غير ان ارتفاعه فوق ال 700 متر وما فيهوش نقطه اسعاف قريبه. يعني احنا عارفين ان دم الناس رخيصه عندكم، بس مره واحده يا اخي من باب التغيير حطوا الحادثه في حجمها الحقيقي، يمكن تقدروا تعرفوا السبب في تكرار الحوادث دي، ويمكن تقدروا تصلحوا الطريق وما تحولش الطريق موت جديد كل يوم والتاني يحصد ارواحنا واروح ولادنا. احمد موسى، في ناس مجانين بتفتي وبتقول ان جامعه الجلاله تبعد 200 كيلو. بيفتوا، في حد كاتب يقول لك الجامعه تبعد 200 كيلو، تخيل، ناس والله ناس مجانين يقول لك 200 كيلو عن الاماكن اللي ده جنبها السويس، ده جنبها السويس وجنبها السخنه، السخنه على فكره التلت ساعه ولا 25 دقيقه. لا يا مدلس، الجامعه بعيده، ومش هي بس، كل الجامعات الاهليه التابعه للدوله مبنيه في الصحراء بعيد عن الخدمات والمواصلات والعمار، وده لان السيسي بعد ما عمل المدن بتاعته وشطبها تشطيب سوبر لوكس لقاها فاضيه ومفيهاش صريخ ابن يومين، راح فاتح جنبها الجامعات دي عشان يعمل لها حصه ولو بالكذب. ولان الجامعات غاليه بما فيه الكفايه والسكن جواها غالي والسكن في المدن الجديده اغلى، فالطلاب بيضطروا ياجروا بعيد عن الجامعه، ومع عدم وجود وسائل مواصلات فالجامعه بتتفق مع شركات باص خاصه وبتلهف من الطلبه مبلغ وقدره، ولان كله عاوز يكسب فمعظم الباصات بتكون متهالكه، والنتيجه ان في شباب زي الورد راحت. وبدل ما تخلي عندك دم وتراعي دم الناس اللي لسه ما بردتش، اتعرص للجامعه وطريق الجلاله اللي ما فيش منه. مصطفى بكري، السلم مش معناه الضعف والخنوع. يعني لازم نعرف كمان ان مصر، وده كل يوم بيتضح، ارتضت بحل مشاكلها الامنيه والوجوديه عن طريق السلم، لكن مش معنى السلم هو الضعف او الخنوع. اللي مش فاهم كده يراجع المشاهد بتاعه تفتيش الحرب للفرقه قول الكلام ده للي مسرحك بقى، هو اللي خانع ومدلدل رقبته زي العبد الذليل، هو اللي ما بيعرفش يرفع صوته ويفرد قلوعه غير علينا. اسد علينا وفي الحروب بلحه بالتنوين بكري. السلم اللي المقابل بتاعه يكون تنازلات بدون حساب وضياع حقوق تاريخيه ما يبقاش اسمه سلم، يبقى اسمه انبطاح وضرب على القفا. اكيد ما فيش حد عاوز البلد تدخل حرب، يعني احنا مش ناقصين سواد. لكن السيسي بتاعك فاشل في اداره اي ازمه، وعلى طول طالع لنا بحجه البليد بتاع الحلول السلميه، ولا هو عارف يوصل لحل سلمي ولا نيله. السيسي واحنا بنعمل المشروعات كنا عارفين اننا هنعاني، ولا ما نعملهاش؟ ودي ثالث مره بقولها اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه. لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا، ولا نفضل زي ما احنا والبلد ما يبقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى، ولا حتى لابنائنا يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه اللي احنا بنتكلم فيه ده. طب وبتشدوا ليه؟ عشان يلزعني. يعني انت كنت عارف ان المشاريع دي هتودي البلد في 60 داهيه وتغرقها في الديون وتخلي الدولار ياخد الجنيه ورا مصنع الكراسي، وبرضه عملتها؟ ما جاش على بالك تتأنى شوية مثلا وما تفتحش مصارين البلد كلها مرة واحدة، خصوصا ان كلها مشاريع عبيطة ومن غيرها الدنيا كانت هتمشي عادي؟ مشاريع زي المونوريل والقطر السريع والقطر الخفيف ايه اهميتهم يعني؟ طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده بلح، السيسي لا بيعمل دراسات جدوى ولا مؤمن بها اصلا، هو ماشي بالبركة اللي مش موجودة حتى الا في خياله. خياله اللي كان مصور له ان شكاير الرز الخليجي هتفضل مفتوحه له طول العمر وهو يغرف ويعبي، لكن ده ما حصلش طبعا وما بيحصلش ومش ممكن يحصل، فلقى ظهره للحيط، ولولا حرب غزه كان زمانه مفضوح في ضحت المطاهر يوم طلوعه على المعاش. النكته بقى ان محدش بيعاني وشايل الطين غيرنا احنا،
فمش عارف هو حاطط نفسه معانا ليه في فيلم المعاناه ده. لا وكمان بيقول لنا اننا هنفضل نعاني كده حبه حلوين، وفيما يبدو كده اننا داخلين على ايام اسود من قرن الخروب. مش بس كده، ده بيبشرنا ان ولادنا داخلين معانا في المخمضه دي، وان احفادنا وعليكم خير يعني هم بقى اللي هيجنوا ثمار مشاريع جنابه. احفاد ايه؟ هو احنا بعد اللي بتعمله فينا ده هيبقى عندنا احفاد؟ ابقى تعالى نجني نشأة الديهي عن حادث قطار المانيال المهمل لازم تتقطع رقبته. حد مش شايف شغله، حد ما عندوش ضمير، حد عايز يضيعنا كلنا ويضيع عرقنا ويضيع شقانا وشقة الدولة وفلوسنا وفلوس الدولة، لازم يتحاسب ويتقطع رقبته. عشان كده انا ادعم كل قوة الناس اللي بتروح تتدرب وتتعلم وتعيش الحياة العسكرية في الاكاديمية العسكرية. كان مش يعجب البعض. الله ينور عليك. مين بقى المهمل ده؟ سواء القطر ولا عامل التحويلة ولا اي كبش فدا وخلاص؟ مش كده؟ لكن سيادة الفريق الجمل ابو سنامين يشيل مسؤولية الحوادث دي؟ حاشا وكلا. سيادة الفريق اللي حزز في نفسه قوي ان عربيات الاسعاف كانت كتيرة زيادة عن اللزوم في حادثة الزقازيق، فوزارة الصحة مشكورة سمع الكلام المرة دي وقللت اعداد عربيات الاسعاف رغم خطورة الحادثة، لان الجرار لما خبط القطر في عربية وقعت في الترعة. يعني مش بس اصابات، لا ده ممكن يكون في حالات غرق كمان. بس كل ده مش مهم عند سيادة الفريق، المهم ان محدش يشم خبر بالحادثة ونلحق نقفل صفحتها بسرعة. عندنا محطة جديدة بنفتحها ومش عاوزين شرشارة على الانجازات بتاعتنا. وحالا سيادته امر برفع الجرار والعربية اللي وقعت وخلى القطر يكمل مشواره عادي جدا من غير ما يتأكد من سلامته وهل هو امن بالنسبة للركاب ولا لا. كل دي تفاصيل ما تشغلش جنبه. تفتكر ده يتسمى ايه دي غير كونه اهمال وفساد وانعدام ضمير واستهانة بارواح الناس؟ مصطفى بكري بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير. رئيس الوزراء خلال زيارته للأقصر ولما راح بعد كده معبد إسنا قال انه هيتم بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير يوم الاربعاء القادم، وقال انه يعني لازم نحط إسنا على خريطة السياحة العالمية. والحقيقة ان رئيس الوزراء يعني يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. صراحة يعني وقت مناسب جدا لبدء التشغيل. المنطقة والعة نار والأوضاع مش مستقرة، والسياحة للشرق الأوسط أكيد مش مفضلة في الوقت الحالي يعني. ورئيس الوزراء بيبشرنا أننا داخلين على اقتصاد حرب وكأن عندنا اقتصاد من أصله يعني، ومع ذلك رايحين نفتح المتحف ونصرف على تشغيله فلوس كد كده. إيش كهرباء ونظافة وصيانة وموال يعني طول شرحه. النكتة بقى أننا بنسمع الخبر بتاع بدء التشغيل التجريبي ده كل 3 شهور تقريبا، ومحدش عارف هم بيشتغلون بالموضوع ده تحديدا ليه. أبو الغيط، ما يحدث في المنطقة امتداد لفوضى 2011 والربيع المأساوي. التحركات والنوايا والأهداف الإسرائيلية وكله امتداد ل 2011 والربيع المأساوي. فوضى 11 اللي شاهدناه. يا دي 2011. شوف أمين مراجيح مولد النبي، اللي بيحصل في المنطقة ملوش دعوة ب 2011 ولا بثورات الربيع العربي. اللي حصل في سوريا والسودان واليمن كان بسبب شوية البلطجية اللي نصبوا نفسهم آلهة ومش عاوزين يتعتعوا من على كراسي الحكم. بلطجية وجهوا سلاحهم لشعوبهم وجيوشهم اتقسمت لميليشيات قاعدة تحارب في بعضها عشان توصل للحكم. إنما كون الشعوب تنتفض وترفض القمع والظلم والحكم بالقوة فده مش مأساة ولا حاجة. ولو كنتوا سبتونا في حالنا يمكن كانت حاجات كتير اتغيرت. والفرق بين الدول دي ومصر مش كبير. الفكرة بس إن يناير جيت للجيش على الطبطاب وشال مبارك بحرفنة ولبس الشعب العمة وأرطصه أرطصة تمام يعني، وبعد كده أكلتونا بلوزة الإخوان ولعبتوا بيهم وبين الكورة لحد ما الناس كرهتهم وسابتهم يتذبحوا في ربع والنهضة. وعشان ضرب المربوط بيخوف السايب، الشعب من يوم حط لسانه جوا بقه وقال يا روح ما بعدك روح، والجيش ركب ودلد الرجلي. سيد علي، هل حادث قطاري المنيا متعمد لإفساد فرحة المصريين؟ فرح قوي، إنما فيما يبدو إن هناك في حد مصر في البلد دي إن فرحة المصريين لا تكتمل. النهارده في حادثة حصلت في المنيا، في جرار اصطدم بقطر الحقيقة، وفي عربيتين وقفترت الإبراهيمية، في حالة وفاة و19 مصاب الحمد لله، يعني ربنا يرحم اللي توفى، إنما المصابين الحمد لله تلقوا العلاج وخرجوا. القضية مش كده الحقيقة، القضية إن على وسائل السوشيال ميديا الناس حست، هل هناك في تخريب؟ هل هناك في حادث متعمد؟ هل هناك في حد بيحاول بقدر الإمكان إنه يفسد فرحة المصريين؟ هل هناك يعني إحنا يا أخويا كنا فرحانين ولا حد افسد فرحتنا ولا نيل؟ هو انت بتفترض مع نفسك كده ان المصريين الفرحه مش سايعاهم بالمحطه الجديده؟ ايه اللي هيفرحنا يعني؟ هو الركوب منها ببلاش؟ ثم لعلمك بقى نص المصريين ما يعرفوش بشتيل دي فين اصلا. يا حبيبي الحادث مش متعمد ولا حاجه، دي حادثه عاديه جدا في بلد بتستهتر بارواح الناس، بلد بتقول انها صرفت على تطوير قطاع السكه الحديد 2 تريليون جنيه وهي صرفتهم على الهجايص، ده غير اللي اتهلب طبعا، وكل اللي عملته مجرد تطوير شكلي بس. لكن القطاع مخوخ من جوه حبيبي، لما يحصل حادثتين بنفس الشكل في اقل من شهر يبقى في مشكله. مشكله إيه؟ مشاكل. مشاكل مش هينفع تلبسوها لسواق القطر وعامل التحويله ونظريه المؤامره زي عودكم. نشأة الديهي، محمد ناصر رخيص ولا يعرف معنى الوضوء الوطني. الوطن زي ما في وضوء صلاه وفيه وضوء للجسد، طهاره للجسد، فيه وضوء للقلب وطهاره القلب، وفيه وضوء وطن، راجع نفسك شوف تغلط ايه، عملت فسدت في ايه، نيلت ايه، ده عادي جدا. كلنا يا جماعه جدد وضوءك للوطن زي وضوءك للصلاه عادي. انهم يدعون لدين جديد فماذا نحن فاعلون؟ يطلع ايه الوضوء الوطني ده؟ بتتوضوا له ازاي يعني؟
بعرق السيسي ولا بحاجه تانية. قول ما تتكسفش، انا ستر وغطى عليه، مش هجيب سيره لحد بتاتا. يا اخي نشأة الديه ده عليه شويه مصطلحات، يعني مش عارف بيجيبها من انهي بلاع في دماغه. والله يا اخي ما في حد رخيص ولا حاس جزم غيره. لا، ومن سخريه القدر وامعانا في تاكيد وجودنا في اوسخ حقبه زمنيه عدت على الكوكب، فردة الكاوتش ده فاز بجائزه احسن اعلامي مصري في فعاليه كده تحت بير السلم اسمها ملتقى نجم العرب. سمير فرج، لو ايران ضربت مفاعل ديمونا مصر مش هتتاثر، لان الرياح عندنا غربيه شرقيه. خباك المفاعل ده لو اتضرب هيطلع غبار نووي، انبعاثات، فده هياثر على المنطقه كلها. والحمد لله مصر ما تقلقش، احنا الرياح بتاعتنا كلها جايه غربيه شرقيه، تمام، فهتطلع كل ده على الشمال فوق. لحظه واحده كده، ده انتوا لو نمله في بلاد الوائل الواق عطست بتقولوا ان هي السبب في انهيار الاقتصاد عندنا ولازم نخليه اقتصاد حرب لغايه ما النمله ربنا ينتهى بالسلام، لكن لو مفاعل نووي جنبنا انضرب مش هيحصل لنا حاجه؟ ربنا يطمن قلبك يا ساده الخبور. يلا بقى اضربوا بعض بالنووي ولا ولعوا بجاز، الحمد لله احنا في السليم. امال دي مصر مذكوره في القران يا اولاد مش عارف ايه، واي انبعاثات هكا ولا هكا الرياح الغربيه الشرقيه هتزقها بعيد عننا. هو اي نعم، يعني ما حدش يعرف ازاي ممكن يكون في رياح غربيه شرقيه في نفس الوقت، وعلماء جغرافيا زمان من دلوقتي يعني بيخبطوا راسهم في الحيط عشان يفهموا طبيعه الرياح دي. لكن احنا اللي يهمنا دلوقتي ان الانبعاثات النوويه تطلع على الشمال حداهم هناك في اوروبا، ومش بعيد توصل لحد امريكا، واسيا كده كده هتروح في الوب. يلا خلي مصر بقى تاخد فرصتها وتنط مكان امريكا وتحكم العالم. طب افرض جدلا يعني ان الرياح اصلجت وغيرت اتجاهها، برضه الحل موجود، احنا 110 مليون، يعني احنا نقف صف افقي كده قدام الانبعاثات وننفخ فيها نفخة رجل واحد فتتفرغ ذراتها بين القارات ونطلع احنا من زي الشعره من العجين. السيسي، التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق هما السبيل لتحقيق الاهداف. ديننا ومستقبلنا تؤكد لنا ان التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف امام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الاهداف. انت هتقول لنا ده انت عليك تخطيط علمي ما وردش على حد، حاجه في منتهى العبقريه والذكاء، ده انت اول واحد يبني عاصمه في الصحراء ويشحن الموظفين عليها بالامر المباشر. شوف يا رياسه، انت لا بتخطط ولا بتنفذ ولا بتحقق اهداف، انت بتبيع بس، ما بتعرفش تخطط والتكتك غير على الشعب، هو ده اللي بتحط له خطط ما تخرش الميه عشان تقهره وتقمعه وتحلبه وتصب في مصلحته. لجنه تسعير المواد البتروليه تقرر رفع سعر البنزين. اجتمعت لجنه التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه المعنيه بمراجعه وتحديد اسعار بيع المنتجات البتروليه في اطار الحرص على توفير يوم الخميس بالليل والسوشيال ميديا مشغوله بحادث استشهاد السنوار الله يرحمه، طلع كلام ان البنزين هيزيد 2 جنيه مره واحده. الناس اتخضت، قالوا ده لسه البنزين زايد من حاجه بسيطه واحنا لحقنا نفوق؟ ما بالراحه علينا حكومه، مش كده؟ ده المواطن مننا بقى عامل زي الفرخه الدايخه. شويه كده ولقينا ان الحكومه بتقول لنا ايه الكلام الفارغ ده يا شعب، مين اللي قال ان في زياده في سعر البنزين؟ دي اشاعات اخوانيه مغرضه لاثاره البلبله وتجدير السلم العام. اطمن يا شعب وحط في بطنك بلح صيفي، الكلام ده بلبوص تماما من الصح، سعر البنزين ثابت واحنا مش هنحركه دلوقتي. الشعب فرح ولسه هيقول هيه عنها، ويقول لك القرار طلع والبنزين والسولار زادوا 2 جنيه طبق الاصل زي ما الاشاعات المغرضه قالت. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. انت عم تعمل ايه دلوقتي؟ ما تقولش ماسك الموبايل بتتصفح التيك توك وسايب الجيم ولا بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه. قوم يا معرض دلوقتي، سيب التيك توك وروح الجيم دلوقتي. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة عشان يوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.